احلى شيء تشوف اللي حواليك مبسوطين، قد بتنبسط انت كمان يعني هيك كمان. هيدي لا شو بيقولوا، لمحه من لمحات العطاء، يعني التفاته من التفاتات العطاء. عم نحكي اليوم عن العطاء. زينة، قبل ما ننتقل لعندك، انا بدي اقول للمشاهدين انه بالفعل شكر كتير كبير لكل يلي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا واعطونا تجربتهم بالنسبه للعطاء. اليوم موضوعنا كان عن العطاء، شو بيعني لهم، شو بالنسبه لهم، والعطاء هو بس مادي او معنوي، وكل انسان كيف بيعطي باي طريقه. أنا بوجه لك السؤال لإلك بس بعد ما قلك إنه أجندة مع زينة. أول شي جوزيف بدي أقول لك ينعاد عليك إن شاء الله بالصحة والسلامة والخير والبركة دايما، وينعاد على كل المشاهدين بأحلى أيام إن شاء الله، تكون سنة كتير حلوة عليكم وكلها فرح وأمل إن شاء الله دايما بنهار، وكل نهار يكون أحلى من التاني. بس أنا زعلان منك. ليه؟ لأنه على أساس إنه أول يوم بالسنة 1/1/2018 إحنا عم نتعشى سوا. إيه. اختفيت امبارح وسكرتي خطك وما لا كان عندي ظروف. كان عندك ظروف، شو ما كانت الظروف حتكون قاهرة انك تشوفيني. لا لا بالعكس، يعني انا بالعكس بحب دايما اشوفك جوزيف، وانت بتعرف وقتها نكون كمان كيف بكون منطلقة. طيب اكيد انطلاقتك اليوم كمان في عطاءات، عطاءات في كثير. ايه تفضلي. لانك سالت عن عطاء. ايه انت شخص معطاء وشخص بيعطي وشخص بيفكر. ايه بس انا عندي العطاء المعنوي اهم بكثير من العطاء المادي. هلا ما في شك يمكن اوقات الواحد بيعبر بقصص كثير بالحياه، ما ضروري تكون دائما يعني ماديه، معنويه هي الابرز، ولكن يمكن في ناس ما بيعرفوا يعبروا معنويا، بيعبروا بانه يجيبوا كادو، بانه يعني بالاشياء يلي ممكن هن يحسوا انه الشخص الثاني بيكون مبسوط فيها. فهيدي شغلة كمان حلوة، العطاء بكل المجالات حلو، إن كان معنوي يعني روحي محبة، كل هدول الأمور هدول كتير مهمين بالحياة، وطول ما في أسس سليمة وثابتة بالحياة الواحد بيقدر يكمل ويستمر بأيام أحلى وبروح أحلى بحياته، ويعطي اللي حواليه كل إيجابية وفرح. يعني أنا سألت هذا السؤال عبر صفحة الفيسبوك والعالم كتير جاوبت بطريقة كتير حلوة، هيك نقرأ بعض الكومنتس قبل ما تبلشي. أكيد تفضل. يعني ريتا سترونغ، فإذا ابتسم الصبح وأشرق الضحى واستيقظت الحياة دابت كل المروعات. صباح الخير، العطاء هو أسمى شيء بالكون، مش مهم يكون عطاء مادي، العطاء المعنوي أهم بكتير، ممكن تكون بسمة بوجه الكبير بتعطي أمل جديد، ممكن مسح دمعة طفل بحنية بتعطي دفى، ممكن المال بيعطي المحتاج فرحة بترسم على وجهه ووجه أطفاله، لهيك العطاء ما له حدود. صباحك مليان حب ولقلبك الكبير كل السعادة. ثانك يو يا ريتا. ألا إدريس، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أجمل عطاء ممكن نشعر فيه عطاء ربنا إلنا برحمته ونعمته علينا. صحيح. ولازم يكون أكبر مثال إلنا لحتى نحن نقدم عطاء صافي ونائي، لأنه بيعبر عن طيبة قلوبنا وصفاء النية والمحبة الصادقة. كل اللي حكيته يا جو صح تماما، يسعد صباحك يا جو. كتار جاوبوني، هلا بعد شوي بنقرا الكومنتس، ما بدي أخذ من وقت زينة. خلينا نروح لعند زينة، عندها مجموعة كبيرة من الإيفنتس اللي ما لحقت تعرضها بحلقاتها، كان عشية أو بعالم الصباح، وطبعا واجبنا أنه نشوف شو صار بلبنان من أحداث. رح نروح لعند زينة. صحيح. ويخبرنا. أكيد جوزيف كان بهالفترة صار كتير من النشاطات المتنوعة بلبنان وبالمناطق اللبنانية عامة كمان، ونسبة لمثل ما ذكرت كثرة المناسبات، هيك حبينا أنه كمان اليوم نكون هيك شوي وقتنا أطول ونقدم كل شي في عنا من إيفنت صاروا خلال هيدا الأسبوع، أسبوع بين كريسمس ونيو يير. خلينا نبدأ مباشرة مع كريسمس إن أكشن يلي كان صار وأخذ هيك إذا فينا نقول ضجة كتير كبيرة، وجمع عدد كبير من الزوار والسواح يلي إجوا خصيصا ليتمتعوا كانوا بأحلى أجواء عيد الميلاد. ننتقل ونشوف أول فقرة معنا كريسمس إن أكشن. انا حييكم من قلب كريسمس ان اكشن يلي هو معرض عم نعمله كل ميلاد، كل عيد الميلاد بشهر ديسمبر بترين ستيشن مر مخيل. هيدا المعرض الحلو فيه انه معرض هيدا رعايته كله بتروح لتشيلدرن كانسر سنتر اوف لبنان يلي هو مركز سرطان الاولاد يلي هو بيحكم الاولاد دون اي مقابل. والحلو فيه انه هيدا المعرض بيجي كثير عليه ناس، وكل الديزاينر والبارتيسيبنت بقلبه بيكونوا عم بيعطوا من حالهم لهالمستشفى.
عنا نعمل دريسز، نعمل كفتانز، نعمل أشياء للبيتش وير. وي ار بيزد ان بيروت وعنا فرع تاني بدبي، فنحن حبينا نشارك بهذا المعرض. إن شاء الله يكون في هيك تنساعد شوي أطفال الأمراض السرطان، وإن شاء الله نعمل هيك شوي جو وشوية نقضي وقت حلو مع الناس، ونتمنى أنه يكون سيزن حلوة لللبنانية عامة. نتمنى الأمن والسلام ويعم لبنان ونكون مبسوطين. Jewelry. We have a special collection for Christmas. مثل ما نكون شايفين. It's all customized. بيقدروا العالم يكتبوا الكلمات اللي بيحبون. بيقدروا يحطوا أساميهم. بيقدروا حتى يعملوا ديزاين هن مثل ما بدون. إذن هيدا أول إيفنت عن كريسمس وبعدنا بأجواء الأعياد. صحيح. عنا مجموعة كبيرة رح نشوفها اليوم حتى نلحق. شو عنا تاني واحد إجانا؟ تاني فكرة اليوم معنا من خلال أجندة هي حفل تاتش لبنان ومركز سرطان الأطفال. دايما الشركات المهمة وال يعني دايما بتساعد وبتحاول من خلال الأعياد ومن خلال المناسبات السعيدة دايما تدعم مزم. أو تساعد الأطفال أو غيرهم حتى. خلينا ننتقل هلأ ونشوف كيف كانت أجواء هالحفل. نحن الليلة بالحبتور لنحتفل بشراكة عمرها 6 سنين بين تاتش ومركز سرطان الأطفال بلبنان. حبينا إذا بدك هالاحتفال يكون مميز، وعملنا إيفنت تحت عنوان بيدر لايت. من خلال هيدا الإيفنت تعاملنا مع 6 مصممين لبنانيين، كل حدا منهم عمل إذا بدك تصميم مميز مستوحى من أطفال المركز. واليوم نحن هون مع كتير مدعوين، ورح يصير في مزيد علني عن هيدا القطع، ورح بيروح ريعة أكيد لمركز سرطان الأطفال. زينة. نعم. عن جد thank you على كل شيء بتقدمه لي، بس بديك شغلي. أنا في أشخاص مثلا بلتقي فيهم كل يوم، أوقات يمكن بنفس الشكل أو نفس الطريقة بيصير في ملل. الملل كتير بشع يكون وقت تلاقي بشخص كل يوم. قديه حلو الإنسان يكون دايما متجدد وما يخلي اللي بوجهه يزهق. أكيد هيدا شغلة كتير مهمة. أنا برأيي هيدا من شغلة أساسية بالحياة، لأنه هيدا بتكمل. بس يعني أنا ما عم بخدرك، عم أقولك أنت من الأشخاص هاي استمراري فبين عم تسألني ما بتخلينا أبدا نزهق. Thank you. دايما في تجدد، دايما في ألوان فرحة، دايما ترند. على سنة البريك عايدة أنه في يتغزل بزينة شوية مثلا ممنوع فينا ناخد يمكن بريك ونرجع نكمل. طبعا بريك ونكمل مع زينة.